مقتنيات قيمة في معرض فريد من نوعه بالمنطقة، تجسد تاريخ تجربة العائلة التي أسست مجموعة أحمد صديقي وأولاده قبل أكثر من 60 عاماً، تتنوع بين المقتنيات الشخصية للمؤسس الراحل أحمد قاسم صديقي ذات القيمة التاريخية برصدها مرحلة الخمسينات من القرن الماضي وما بعدها. حبينا نحن في المعرض هذا نستعرض أكثر من 60 سنة مشوار شركة أحمد صديق أولاده في تجارة الساعات، من البداية البسيطة جدا في سوق دبي القديم إلى ما نحن عليه اليوم. حبينا أن من المعرض هذا يكون معرض متميز نعرض فيها تاريخ الشركة اللي هي بعد ترتبط مع تاريخ دبي. عندنا وثائق مهمة، على سبيل المثال رسالة توصية من المرحوم الشيخ راشد بن سعيد لشركة رولكس. عندنا مقتنيات خاصة، مقتنيات جدا حلوة أن الواحد يشوفها يتعرف على تاريخ التجارة في دبي. وهذا المعرض أول معرض من نوعه أن أي حد يعملها في دبي، وحابين الناس تشوف تتعرف أكثر على تاريخ صديقي. هذا هو الغرض فقط من المعرض، تعريف الناس. مسيرة 6 عقود تحكيها المقتنيات من وثائق وسجلات وأوراق وآلات دقيقة لصيانة الساعات، تمثل الحقبة الأولى من تأسيس متجر العائلة الصغير لأحمد صديقي، وكان أبرزها آلة الطباعة ونظارة وجواز وحتى عصا المرحوم أحمد صديقي التي كانت قريبة منه. حكاية عديدة هنا وهناك في جناح ضمه مول الإمارات، حيث تجول الزوار ليتعرفوا أكثر على مسيرة العائلة عبر تجارتهم واقتنائهم للساعات النادرة التي تخص أبرز الشخصيات السياسية والتاريخية بالمنطقة، كساعة سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه. الهدف من إقامة المعرض هو تكريم الأخوة والأحفاد للأب والمؤسس لمجموعة أحمد صديقي وأولاده.